رينا بوالدي ووالدتي، صبرت على والدي وأقوم بخدمته في المستشفى، أما والدتي فهي عندي في البيت وقد غاب عنها الفكر، فهو يعود لها ثم يذهب ثم يعود، وعندما أقول لها صلي يا أمي تصلي، ولكن تصلي الظهر مثلا أكثر من 4 ركعات وتزيد وتنقص. ما رأي الشيخ في هذا؟ قل الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان عندها فكر وحضور للصلاة فإنك تأمرها بالصلاة إذا دخل الوقت وتعينها على الصلاة، وجزاك الله خيرا ووفقك لبرها والإحسان إليها، هذا عمل طيب تؤجر عليه، وتعلمها عدد الركعات تنبهها على ذلك، تعينها وتصلي على حسب استطاعتها ومقدرتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن كتاب سنن ابن ماجه.